السلام عليكم. من يتحمل مسؤولية سفك دماء المتظاهرين في الناصرية؟ لماذا تواجه مطالب ثورة سلمية بالحديد والنار؟ ألا تمثل محافظة ذي قار شاهدا على جرائم الميليشيات وإرهابها؟ أين الحكومة من العنف المستمر ضد المتظاهرين السلميين؟ نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على التظاهرات في الناصرية التي تواجه بالعنف والحديد والنار. نشاهد بداية هذا التقرير. عشرات الجرحى والشهداء من متظاهري ذي قار السلميين سقطوا برصاص القوات الحكومية وميليشياتها، مشهد متكرر لإراقة دماء العراقيين التي أصبحت مادة رخيصة لصراع الأحزاب من أجل السلطة. جرحى التظاهرات عولجوا في مواقف السيارات بالمدينة خوفا من الذهاب إلى المستشفيات بحسب منظمة العفو الدولية التي اتهمت حكومة الكاظم بالفشل في التصدي لحالة الإفلات من العقاب التي يقتل بسببها المتظاهرون. بعد تلك الدماء التي روت أرض الناصرية، أقيل المحافظ ناظم الوائل المتورط بالفساد ليستبدل بتعيين عبد الغني الأسد الذي رفضه ثوار ذي قار، مؤكدين أنهم لا يقبلوا به ولو لساعة واحدة ولا يتراجعوا عن مطالبهم بمحاسبة جميع القتلة والفاسدين. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن هذه الأحداث الإجرامية المستنكرة والمدانة التي ترتكبها القوات الحكومية تؤكد بشكل قاطع أن مسلسل تخريب البلاد مستمر ويستهدف كل من يدعو إلى خلاص العراق واستقلاله وإسقاط الطغمة الفاسدة. وأشارت الهيئة إلى أن عدم اهتمام الحكومة الحالية بأحداث الناصرية واستخدامها القوة المفرطة في إنهاء التظاهرات وعدم محاسبة مرتكبي الجرائم لن يزيد المتظاهرين إلا إصراراً على مطالبهم المشروعة. بينما حملت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي حكومة الكاظمي مسؤولية الجرائم الشنيعة التي ارتكبت بحق أهالي الناصرية والتي تتعرض لاستهداف ممنهج من قبل القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب الإرهابية بهدف قمع الحريات فيها. المرصد العراقي لحقوق الإنسان اتهم حكومة الكاظمي بتجاهل مطالب المتظاهرين في الناصرية، مؤكدا أن أعمال عنف كبيرة ترتكب ضد المتظاهرين في ظل صمت حكومي وصفه بالمريب. فيما قال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي إنه لا يوجد مبرر لاستخدام القوات الحكومية الرصاص الحي بهذه الطريقة ضد المتظاهرين السلميين في ذي قار. الناصرية التي تعاني من الإهمال والبطالة والفساد الحكومي وتردي الأوضاع الاقتصادية على الرغم من ميزانيتها الكبيرة جدا والتي سال لها لعاب المتصارعين للاستحواذ عليها، فالمحافظة لا تزال تنزف بحسب وصف موقع ميدل إيست مونيتور، وما خرجت إلا للمطالبة بالحد الأدنى من حقوقها فجوبهت بالرصاص والقتل والاعتقال. ذلك الحل الذي لا تعرف الحكومة وميليشياتها غيره، ما جعل الطبقة السياسية بأحزابها الفاسدة أمام تحديات كبيرة في مواجهة العراقيين. أرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي العراقي ضيفي في الأستوديو. أستاذ نظير مرحبا بك. حياك الله. وأرحب بالسيد محمد الخياط الناشط في التظاهرات من مدينة الناصرية. سيد محمد مرحبا بك. وأرحب أيضا أنا بك سيد محمد. وأرحب أيضا بسيد كاظم ماجد الناشط في التظاهرات في الناصرية. أستاذ كاظم مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ نظير، يعني إلى أين تتجه التظاهرات بعد سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى؟ تظاهرات سلمية خرجت للمطالبة بالحد الأدنى بالحقوق، الحكومة تصر على عدم تلبية مطالبهم، تقيل محافظ وتعين محافظ من نفس دائرة الأحزاب وكأنه تريد أن تتحدى مطالب المتظاهرين.
يعني كما نرى يعني في الأحداث التي تحدث في الناصرية وتبعتها مدن أخرى، وكأن السلطة مقررة أو بالأحرى أحزاب السلطة هي أخذت يعني قرارا على نفسها بأنها في حالة كسر عظم بينهم وبين هذه الجماهير، ويريدون فرض إرادتهم بالقوة على هذه الجماهير، بل وصلوا إلى مرحلة أعلى من هذا بأنه يستغلون هذه التظاهرات وهذه هؤلاء الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين جرحوا في هذه التظاهرات لمنافساتهم الحزبية ما بين كتلة فلان وكتلة فلان. يعني لنكن صريحين، نحدد هو صراع حاليا الآن على منصب المحافظ ما بين كتلة سائرون وكتلة فتح، ويستغلون المتظاهرين في هذا الصراع الحزبي المقيت الذي بينهم، بينما المتظاهرون خرجوا لا لنصرة مرشح من هذه الكتلة أو مرشح من هذه الكتلة، إنما هم خرجوا لإزاحة كل هؤلاء الفاسدين، الذي لا يخرج من هذه الأحزاب إلا فاسد. وبالتالي أنا أعتقد أن الجماهير إذا ما وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن تغير، يعني هي قد يئست من صناديق الانتخاب بأنها تأتي بأناس سياسيين صالحين يخدمون الشعب، والآن اختاروا التظاهرات للوصول إلى مرحلة التغيير. فإذا ما عجزت هذه الجماهير عن الوصول إلى مرحلة التغيير من خلال هذه التظاهرات، فالأمور مفتوحة على أشياء كثيرة ربما سنفصل فيها يعني لاحقا خلال الحلقة. تقصد الصراع بين فتح وسائرون؟ لا، أنا أقصد أن هذه الجماهير لن تبقى يعني أسيرة لهذه التنافس الحزبي ما بين الكتل، وهي لها إرادتها التي تريد تنفيذها، وهي إسقاط هذا النظام وإقامة نظام آخر بديل لا يكون لهؤلاء الفاسدين يدا فيه، وكذلك التخلص من التبعية المقيتة للجارة إيران واستعادة استقلال العراق. وهذه المطالب لا تستطيع هذه الأحزاب تحقيقها، وبالتالي فإن هذا الصراع سوف يبقى يستمر، وأتوقع ربما المتظاهرين ينتقلون إلى مرحلة أخرى ربما قريبا وليس بعيدا. نعم. سيد محمد الخياط الناشط في تظاهرات من مدينة الناصرية، يعني كيف تصف عمليات قمع المتظاهرين في مدينة الناصرية رغم أنهم يطالبون بمطالب مشروعة ولا زالت التظاهرات سلمية ومؤكدة على سلميتها؟ أخي العزيز، أولاً علينا أن لا نفرق بين الكتل والأحزاب والميليشيات التي تقتل، وهذه الأحزاب والكتل الفاسدة، وبين الحكومة. الحكومة هي نتاج هذه الميليشيات وهذه الكتل والأحزاب. نعم. هذه قضية علينا أن يعني على الجميع أن يفهم بأن الحكومة هي جاءت من رحم هذه الأحزاب. هذا الجانب. الجانب الآخر، كل الكتل والأحزاب الموجودة الآن في الناصرية تحديداً هي تقوم بهذه الأعمال الإجرامية والإرهابية ضد متظاهرين عزل، متظاهرين سلميين خرجوا ضمن الدستور الذي كتبوه هم حسب الدستور وضعوا هذه المادة التي تسمح للمواطن العراقي بحق التظاهر، له حق التظاهر والاحتجاج والعصيان المدني. نحن نخرج إلى ساحات التظاهر نمارس حقنا الدستوري، بالرغم بأن لدينا ملاحظات على هذا الدستور الذي كتبته قوى الاحتلال وبعض العملاء الذين شاركوهم في كتابة هذا الدستور. أنا أتحدث معك الآن بالناصية وبالخط الواضح العريض. الحقيقة هذه الأحزاب الآن صراعنا كمتظاهرين سلميين هنا في الناصرية صراعنا مع الكتل السياسية بالكامل، لأننا خرجنا لا نريد أن نشترك معهم في هذه العملية السياسية، ولم نخرج من أجل نضع أيدينا بأيديهم ملوثة بدماء العراقيين ودماء العراقيين مع الفقراء والأرامل التي تجوب الشوارع الآن، شوارع الناصرية ملأ بهذه العوائل وبهؤلاء الأطفال نشاهدهم يوميا. إضافة إلى ذلك هذا القتل، كلهم شركاء بهذا القتل، كلهم بلا استثناء، قياداتهم العليا بالتحديد. وإلا ماذا يعني أن نسمع بعض التغريدات من بعض القيادات الحزبية، سواء كانت يعني كل الجهات هي المشتركة ومستعدون أيضا لتسمية حتى نسمى الأسماء، ماذا يعني أن يخرج قائد ويقوم قائد يعتبر نفسه قائد بأنه يحرض على القتل ويحرض على
العقاب المتظاهرين، وفي نفس اليوم يتم إلقاء العبوات الناسفة ويتم قتل العديد من المتظاهرين في الناصرية. لو كانت هناك حكومة خارجة عن هذه الميليشيات أو عن سيطرة هذه الميليشيات وهؤلاء القادة لا يتحكمون بما في البلد، فأعتقد يجب الآن كل هذه الطبقة السياسية الآن أن تكون خلف قضبان السجون، لا أن تتحكم بشؤون العراقيين وبلدنا. لذلك يا أخي العزيز أنا أقول لك بصراحة، نحن لن نتراجع ولا نريد أن نشترك بعملية سياسية، وأعلمنا ذلك في ساعة العبوري وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتنا الشخصية، وأيضا من خلال لقاءاتنا التلفزيونية المستمرة مع كل الفضائيات. نقول نحن خرجنا لإسقاط هذه العملية السياسية، وهذه حقيقة كل ما تحدث فيه هو يعني تحديدا موجود على 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 صفحاتنا وعلى مواقعنا في مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نرفض هذه الطبقة العملية السياسية. لذلك يعني الآن منذ عام 2003 والآن في عام 2021، يعني 14 سنة من الفشل والقتل والدمار والخراب والخطوف والمغيبين والدماء. ليعلم الجميع بأن لدينا أكثر من 130 شهيد هنا في الناصرية، وليعلم الجميع بأن لدينا العديد من المغيبين، وليعلم الجميع بأن لدينا الآلات الآن من الجرحى والمعوقين، وليعلم الجميع بأن بعض الجرحى في هذه الأيام الأخيرة الحقيقة تم علاجهم في الجراجات وفي المستشفيات، لا وجود لمكان. تصور يا أخي العزيز وأيضا مشاهديكم الكرام وضيوفك الكرام، تصور بأن المستشفيات غصت بالجرحى، من يقتل هؤلاء المتظاهرين؟ وأنا أيضا أوجه يعني كلام أحب أن أضيف بعد تفسير بعض الوقت، أقول بصراحة يعني هل تم العثور على متظاهر يحمل بندقية؟ هل تم إلقاء القبض على متظاهر وهو يحمل السلاح؟ هل تم طيلة هذه الفترة؟ نحن لم نتظاهر في تشرين، أنا من متظاهري عام 2011، خرجنا في تظاهرات عام 2011 في ساعة التحرير، ولا زلت ولا زلنا مع اخواننا المتظاهرين متواصلين في هذه التظاهرات. لذلك نقول لا فرق بين الاحزاب والكتل وهذه الحكومه، لا فرق، سواء كان الذي يرتدي البدله العسكريه او الذي يرتدي ملابس الميليشيات السوداء او الذي يقوم بحرق الخيام او بالقاء العبوات الناسفه الليليه على دور المتظاهرين. واحب ان اقدم لكم معلومه ايضا بان لدينا احصائيه الان كل 48 ساعه هناك عضو تستهدف منزل احد المتظاهرين في الناصريه، وتعرف بان هذا المنزل به عوائل واطفال ونساء وكبار، ومره تستهدفهم. ماذا يعني هذا؟ ولو ان يتم حتى القاء القبض او الاشاره باصابع الاتهام لاي مجرم او لاي جهه، هذا يعني الحكومه هي جزء من هذه الميليشيات، والميليشيات هي نفسها التي تتحكم، وهذه الكتل ايضا معها والاحزاب هي اللي تتحكم بشؤون الناس الموجودين هنا في محافظة. نعم سيد محمد، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. سيد كاظم مرحبا بك. سيد كاظم ماجد الناشط في التظاهرات، يعني كل 24 ساعة يتم إلقاء عبوة على بيت أو منزل أحد المتظاهرين أو الناشطين، والناشطون كثر في الناصرية، عمليات القمع مستمرة، لا فرق بمن يقتل المتظاهرين، الكتل السياسية، الأحزاب، الحكومة، الميليشيات، كلها في سبيل أن تبقى عجلة الفساد في العراق. يعني سيد كاظم، الناصرية طبعا لها عمق عشائري كبير، لنتحدث عن يعني شيوخ العشائر، ما هو موقفهم من عمليات القتل لمتظاهرين عزل؟ يعني القيم الدينية، القيم الأخلاقية، يعني حتى القيم الدولية ان تحدثنا عنها، كلها مع الدستور الذي وضع في ما بعد احتلال العراق يبيح او يعني يجعل من هذه التظاهرات يعطيها يضفي عليها شرعية، مع ذلك يتم قتل المتظاهرين بدم بارد وامام انظار العالم. نتحدث عن موقف شيوخ العشائر. سيد الكريم، بداية أحييك وأحيي ضيفك الكريمين، حياكم الله. نحن خرجنا منذ عام 2011 وطالبنا بمحاسبة الفاسدين وبمحاسبة سراق المال العام، وكانت تقتصر مطالبنا على أداء الحكومة بشكل صحيح وتقديم الخدمات للمواطنين وما إلى ذلك، لكننا لم نرى تجاوبا من الحكومة المركزية في زمن حكومة المالكي. سبب خروجنا في 25/2 إلى ساحات التظاهر، كان المالكي قد أعطى وقضى على نفسه وعدا بأنه سيحاسب الفاسدين خلال 100 يوم، وانتهت 100 يوم
ولم يخاطب احد، بل زاد الفساد واستشرع في كل مؤسسات الدوله. واستمرت مظاهراتنا 2012 2014 و15 وتعرضنا الى القمع في عام 2016 على يد العصابات المجرمه التابعه الى احد الاحزاب المعروفه. ولدينا وثائق وادله ولدينا في المحاكم، يعني لدينا اوليات، هناك دعاوى قضائيه على هذه الجهه. وخرج علينا اناس ملثمين على شكل دواعش، خرجوا بالسيوف وبالسكاكين وبالمسدسات. وكانت في ذلك الوقت قوى امنيه متواجده، وكان احد القياديين من قياده الشرطه الديار وهو برتبه عميد كان موجودا في تلك اللحظه، وهو يرى بام عيني تلك الميليشيات التي دخلت علينا، هي ميليشيات حزبيه وهو من ضمن خطهم طبعا. لم يحرك ساكنا، بل كانت العمليه قد نفذت بوجودي وبوجود القوات الامنيه، وقد اكملوا جريمتهم بقمع المتظاهرين والتعدي علينا والتعدي بالضرب المبرح على بعضنا. وكانت لهذه القوه الامنيه وجود ونفوذ في المحافظه، هي قياده الشرطه في قار لم تفعل شيء. واستمرت التظاهرات الى ان اتى الينا هذه الانتفاضه التشرينيه المباركه في 1 اكتوبر. وصل الشباب الى حصيله بان هذه الحكومه هي عقيمه ولا يرجى خيرا منها. فخرجت التظاهرات شبابيه عارضه تطالب بالحقوق المشروعه. تارة يصفونها بالبعثيه، طبعا اغلب الشباب لم يعاصروا زمن حزب البعث، بل كان بعضهم 2003 وبعضهم ما دون 2003 هذه المواليد. كيف لا يعاصر حزب البعث؟ اتهموهم بالبعثيه وبالدواعش وبالارتباطات الخارجيه، رغم ان هؤلاء لا يمتلكون قوت يومهم، بل ان بعضهم يخرج من ساحات التظاهر ثم يخرج الى سوق رج او الى احد الاماكن ليبيع بعض الاشياء البسيطه لكي تحتاج عائله فيه. فكانت لهذه الحكومه تعاون مع هذه الميليشيات، وبدا القمع، بدا القمع لان الثوره خرجت عليهم بمطالب مشروعه ومطالب حقه. فاتحدت كافة القوى والفرقاء واتحد سلاحهم علينا على المتظاهرين، تراهم في الإعلام وكأنهم فرقاء وأحدهم يسقط للآخر ويتهم الآخر بأنه هو المقصر. لكن حينما خرجنا نحن ثوار تشرين اتحدت علينا قوتهم وأسلحتهم. هنالك ميليشيات هي من تدير الدولة، لا توجد لدينا حكومة وميليشيات، الحكومة خرجت من رحم هذه الميليشيات، بل هي من انتاج الميليشيات يعني 100%. نعم واضح. فكيف لنا ان نقول بان هناك حكومه لدينا ونعول عليها ولم نلامان عليها؟ لا توجد حكومه. ما حصل حاليا في الفتره الاخيره، خرجنا وطالبنا محافظ بيقار ناظم الوائلي ان يفصح لنا عن عدم اكمال المشاريع الممتلكه، وكنا نركز ونؤكد على اكمال نعم سيد كاظم. المستشفى التركي التركي طبعا اكتمل بناؤه منذ تقريبا 10 سنوات او اكثر. ابقى معي لو سمحت، سوف اعود اليك. نعم تفضل. نعم سوف اعود اليك مره اخرى سيد كاظم، عذرا. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير الذي يوثق عمليات القمع ضد التظاهرات السلميه في مدينه الناصريه. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نسلط الضوء على ما يجري في الناصرية من تظاهرات وقمع من قبل الميليشيات والحكومة لمتظاهرين سلميين لم يطالبوا إلا بالحد الأدنى لحقوقهم المشروع. أستاذ نظير، يعني زيارة البابا والحديث عن زيارة البابا، هل ستؤثر في اتجاه التظاهرات؟ طبعا يعني بالنظر أيضا إلى حيثيات ما ذكرنا مسبقا.
من المؤمل ان يعني بابا الفاتيكان سوف يزور العراق يوم الجمعة القادم لزيارة بعض الأماكن الأثرية، والحقيقة الهدف من وراء الزيارة هو موضوع يعني الحقوق المكون المسيحي التي اغتصبت من قبل هذه الأحزاب والميليشيات، وتم مصادرة أملاكهم، ويعني تم الضغط عليهم للهجرة خارج العراق. ربما هو جاء يعني على رأس أولويات مباحثات مع هذه السلطة في موضوع حقوق المسيحيين، وأنا من هذا المنبر أوجه رسالة إلى البابا عسى أن تصل له، وأقول له بأن المسيحيين لن يعيشوا في العراق بسلام ما دام هذا النظام موجود، وزيارتك ومباحثاتك مع هذه السلطة هو تعزيز وإعطاء شرعية لهذا النظام الحاكم على اعتبار ممثل الشعب العراقي، والحقيقة أن هذا النظام لا يمت بصلة لهذا الشعب، وجاء يعني فضيحة الصناديق المحترقة. هؤلاء كلهم جاءوا بانتخابات مزورة غير معبرة عن الشعب العراقي، ويعني إذا كان البابا هو رسول للسلام ويدعو للسلام، فأقل ما يفعله هو أن لا يتعامل مع هذه السلطة. في خلال زيارته يقوم بزيارة الأماكن المقدسة والأماكن الأثرية، لكن دون أن يعطي لهذا النظام شرعية. وطبعا الآن المتظاهرين وممثليهم وتنسيقياتهم الآن يعني في صدد إرسال رسائل عبر الإيميلات وعبر وسائل التواصل إلى البابا، يشرحون فيها الوضع ويشرحون فيها سفك الدماء الذي يحدث في الشباب العراقي والشعب العراقي. ولا يرتضي لشخصية مثل البابا تدعو إلى السلام في العالم أن يزور هذا البلد في الوقت الذي تسفك فيه الدماء وتسفك فيه يعني كل الحقوق المدنية للشعب العراقي. أنا يعني لا أتخيل هذا البابا الذي يدين له الملايين من المسيحيين حول العالم ويعتبروه راعي السلام في العالم أن يمد يده لمصافحة أناس قتلة من هذا النظام العراقي ويستمرون في سفك دماء الشباب العراقي، ومع ذلك لا يقول كلمة واحدة بهذا الصدد. يعني أدعوه أن يستغل هذه الزيارة للكشف عن ما يحدث في هذا البلد، للكشف عن هذه الجرائم. حقيقة يعني بعض الأماكن التي سيزورها البابا هي نفس الأماكن التي الآن يحدث فيها القتل بحق الشباب، كيف له أن يزور هذه الأماكن وعلى بعد أمتار منه يتم قتل الشباب ويتم انتهاك شيء اسمه السلمية وشيء اسمه السلام؟ يعني هذا لا يتوافق مع الشخصية التي يريدون أن يظهروها لنا بأنه هو راعي للسلام. نريد أن نحن كشعب عراقي أن يكون له دور منصف وموقف منصف من الشعب العراقي، وليس فقط لنصرة مكون من مكونات الشعب العراقي. سيد محمد الخياط، بالعودة إليك، يعني نتحدث عن مساندة التظاهرات السلمية سواء من المحافظات الأخرى لمدينة الناصرية، أيضا مساندة هذه التظاهرات معنويا من قبل شيوخ العشائر، مساندة هذه التظاهرات من قبل الأهالي، كيف تصف هذه المساندة؟ سيد محمد، قعدنا، يبدو أن الاتصال قد انقطع. هذا السؤال طبعا نتحول به إلى السيد كاظم ماجد. سيد كاظم، تسمعوني؟ نعم. هلا حدثتنا عن مساندة التظاهرات، دعم التظاهرات، يعني بكل ما يمكن دعمه من قبل باقي المحافظات أو من قبل شيوخ العشائر، كيف تصف لنا ذلك؟ سيد الكريم، لم يكن هنالك دور واضح ومربوط لشيوخ العشائر. الثورة هي ثورة شبابية خالصة، ثورة شعبية شبابية خالصة. لو كانت الثورة بيد شيوخ العشائر لانتهى كل شيء وعادت الأمور طبيعية وهيمنت الأحزاب وافتتحت مكاتبها من جديد، لكن الشباب رابطوا في سوء التظاهر. كان هنالك يعني بعض شيوخ العشائر قد شارك الثورة، لكنهم يأتون إلى ساعات محددة ويستعرضون قوتهم ويستعرضون رايات عشائرهم وينسحبون بعد ساعة. وكان هنالك بعض الشيوخ طبعاً لهم موقف مشرف، إلا أن هؤلاء المساندين هم من القلة القليلة، أمثال الشيخ حسين علي الخيون. هذا الرجل الشريف قد ساند الثورة من بدايتها ولا زال يساندنا
ويخرج معنا الى ساحات التظاهر وتعرض الى محاوله اغتيال، وكان اخرها قبل يومين تقريبا تعرض الى محاوله اغتيال غادرت وقد اصيب سارقه بجروح وتم نقله الى المستشفى. لم يكن للشيوخ دور واضح، لم يكن للعشائر، ولا اقصد العشائر يعني الافراد، الكثير من الشباب من العشائر هم في سور التظاهر، لكن الشيوخ لم يكن لهم موقف مساند لنا اطلاقا. الثوره شبابيه، هنالك شباب تقمع، لو علمت هذه الاحزاب والميليشيات بان خلف هذه الشباب عشائر تطالب بهم لما تجرأت واطلقت الرصاص الحي. ويوميا نرى الناصريه منذ عام 2019، منذ انطلاق الثوره عام 2019 والى يومنا هذا، مره نرى ان القوات الامنيه تطلق الرصاص في وضح النهار وتقتل المتظاهرين، امثال جبين الشمري اكثر من 70 متظاهر تم قتلهم على مجزره في مجزره جسر الزيتون. جميل الشمري لم يحاسب، الحكومه لم تحاسب، هنالك استخفاف وهنالك عدم مقالات الى الشعب العراقي. يقولون هنالك طرف ثالث هو من يقتل المتظاهرين، من هذا الطرف الثالث؟ الطرف الثالث ياتي وسط القوات الامنيه وفي وضح النهار ويقتل المتظاهرين، ويقولون لنا هذا طرف ثالث. طيب المخابرات والاستخبارات العراقيه قالوا نحن من أذينا بمعلومات الأمريكان ومكناهم من الوصول إلى وكر أبو بكر البغدادي في أرياف سوريا. عجب، أين قدرة هذه الاستخبارات والمخابرات من الطرف الثالث الذين لا يصحوا عنه لحد الآن؟ أين هؤلاء المسؤولين؟ أين القوة الاستخبارية التي لا تتعرف على الطرف الثالث الذي يأتي ويضرب المتظاهرين وفي وضح النهار وفي وسط القوات الأمنية؟ إذا حكومتنا هي حكومة ميليشيات، حكومة انبثقت من رحم الميليشيات. دور العشائر لم يكن بالمستوى المطلوب وغير مشجع طبعا. نعم، شكرا لك سيد كاظم. سأعود إليك مرة أخرى. سيد نظير، السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي دان قتل المتظاهرين في الناصرية. كيف تراقب أو راقبت يعني ردود فعل السفارات تجاه قتل المتظاهرين في العراق؟ يعني السفارات الأجنبية في بغداد يعني موقفها لا يختلف كثيرا عن موقف دولها، موقف مخزي، لا يتفاعلون مع ما يحدث في العراق. يعني مثلا الأمريكان مجرد شخص متعاقد مع قواعدهم تم قتله في الضربة الصاروخية في أربيل، ردت بضرب الميليشيات، بينما هذه الميليشيات نفسها تقتل العشرات وتجرح المئات ولا يكون لها موقف حقيقي، تردع هذه الميليشيات. وبالرغم من أن هذا النظام السياسي الآن الحالي الذي يحكم في العراق هو مخرجات بريطانيا والولايات المتحدة، الولايات المتحدة التي حصل ما حصل فيها عندما قتل هناك رجل أسود، صح؟ نعم نعم، يعني هي لا تهتم كثيرا في يعني انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. وهذا البيان اليتيم، يعني أنا استغربت من ستيفن هوكي يخرج بهذا البيان التنديدي وهو الذي يقضي وقته كله في يعني طبخ البامية وطبخ ما أعرف شنو وخبز، يعني قصدي أنه هل يستهزئ بالعراقيين؟ هذا البيان لا يكفي كمساندة للشعب العراقي، هناك شباب يتم قتلهم بإصرار والقاتل معروف والجميع يعرفه، ومع ذلك تجد أن الممثلين البعثات الدبلوماسية كلها صامتة على ما يحدث في العراق، بل أن بعض هذه الممثليات تقوم بالتنافس فيما بينها. يعني كلنا سمعنا بالتراشق الكلامي ما بين السفير الإيراني والسفير التركي، وكأنه لا يوجد حكومة في العراق، والحقيقة هي لا توجد حكومة في العراق. السفير الإيراني يتصرف وكأنه هو صاحب السلطة المطلقة في العراق ويطلب من تركيا بعدم التدخل في الأراضي العراقية، وكأنه هو الحاكم الذي يحكم في العراق. ومع ذلك لم تجد أي بيان استنكار من الحكومة نفسها، حكومة الكاظمي. نحن يعني حقيقة يعني الشعب العراقي يواصل نضاله بدون دعم من دول العالم، بل حتى على مستوى التعاطف لا يوجد تعاطف مع هذا الشعب. المنظمات الدولية يعني تصرح وتصدر تصريحات وبيانات، مثلا كشفت العفو الدولية عن أن الجرحى الناصرية المتظاهرين السلميين يتم معالجتهم، يعني هؤلاء الجرحى، في مواقف السيارات
لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفى، عندما يذهبون إلى المستشفى يتم اعتقالهم وتصفيتهم. نعم. يعني العالم هو يعلم ما يجري، ولكن هناك تعمد من قبل المجتمع الدولي لكي يبقى العراق على هذا الحال. وأقول إن المجتمع الدولي لن يتحرك إلا في حالة واحدة، إلا إذا تهددت مصالحه في العراق. والآن المتظاهرين لربما لو سألتني يعني إلى متى ستبقى تظاهراتهم سلمية، وإلى متى سيبقون يعني يدفعون الدم من شبابهم، أنا أتوقع أن الصفحة التالية للمتظاهرين سوف تكون هي العصيان المدني. والعصيان المدني هو ليس يعني مجرد كلام، العصيان المدني يمكن أن يجعل هناك حالة شلل في البلد، حالة شلل في السلطة، خاصة إذا ما تم التركيز على المفاصل المهمة التي تؤثر على يعني بقاء هذا النظام، واللي هي على أهمها موضوع تصدير النفط. ستجد أن النفط يعني إذا استطاع المتظاهرين أن يفعلوا العصيان المدني والإضرابات في المنشآت النفطية، طيب هل ستسمح القوة نقلها؟ هل تسمح القوة الدولية المستفيدة من العراق، من احتلال العراق ومن بقائها في قواعد داخل العراق، هل ستسمح لمتظاهرين سلميين أن يقفوا في طريق يعني هذه الاستفادة؟ يعني نعم لن تسمح الدول الكبرى، لكن الشعب العراقي سوف يفرض هذا الشيء عليه. وأنا يعني أنا أتساءل متى كان الشعب، أي شعب بالعالم يخرج لنيل حريته ترضى عن الدول الاستعمارية أو الدول الكبرى أو حتى الأنظمة الدكتاتورية؟ طبعا بالتأكيد لا يقبلون، لكن الشعوب تفرض إرادتها على هذه الأنظمة الاستبدادية وهذه الدول الاستعمارية. أقول لك أن الشعب العراقي إذا ما استطاع أن يجعل هناك حالة شلل في تصدير النفط العراقي، كذلك أن يجعل هناك حالة شلل في الأسواق الكبرى، خذ مثلا سوق جميلة إذا وقف ماذا يحدث في العراق، سوق الدورة، سوق الشورجة، ماذا يحدث لو تم يعني إحداث حالة شلل في طيب في ماذا هذه لو لم ينجح العصيان المدني؟ هنا المشكلة الآن يعني معظم قادة التنسيقيات والقادة المتظاهرين الآن هم في يعني اتفاق كامل على أن الصفحة القادمة هي العصيان المدني، وفي حال الاستمرار بالعصيان المدني واتباع كل الوسائل التي يتم تفعيلها في هذا العصيان ولم ينجح في إسقاط النظام، ستكون هناك صفحة أخرى اللي هي حمل السلاح. أنا أقول لك يعني ورسالة إلى رموز النظام العراقي، أنتم إلى أين سائرون؟ هذا الشعب الذي يعني يسقط كل يوم قتيل وجريح منه، هم ليسوا من يعني من ظهر الحائط جايين، دول لهم أهل ولهم أصدقاء ولهم أحباء، لن يقبلوا الاستمرار هذا القتل، وسوف يأتي اليوم الذي يثأرون لقتلاهم. وهذا الأمر الذي نخشاه، يعني الآن قادة التظاهرات يتأملون بأن يكون العصيان المدني هو السبيل الوحيد لإسقاط النظام، وإلا إذا ما فشل العصيان المدني فستتحول الأمور إلى يعني حرب أهلية ما بين هذا الشعب وما بين هذا النظام الاستبدادي. اسمح لي أن أسأل السيد كاظم ماجد الناشط في التظاهرات، العصيان المدني سيد كاظم هل هو الحل لنجاح التظاهرات وتحقيق المطالب؟ هو الخطوة الأخيرة تقريبا كما ذكر الدكتور، الخطوة الأخيرة هي العصيان المدني في حال عدم استجابة الحكومة إلى مطالب المتظاهرين حقا. العصيان المدني هو من سيوقف مصالح الدولة بالكامل، وهنالك موضوع متداول طبعا بين متظاهري ساحة الحكومي، وأنا وسط المتظاهرين دائما أسمع ما يتردد من بعض الأمور حول التصعيد. هنالك موضوع هو موضوع التصعيد المناطقي، الآن متظاهري لقار يفكرون بالتصعيد المناطقي، وخصوصا بعد أن تم فرض عبد الغني الأسدي محافظا للقار. طبعا هنالك مهنة 170 ساعة على تحديد مطالب المتظاهرين، تضمنت أكثر من 10 نقاط من ضمنها الإصلاح عن قتلة المتظاهرين و الضباط الذين أصدروا عن أوامر بقتل المتظاهرين، وهنالك مطالب أخرى. بعد 72 ساعة سيتغير الأمر، سيكون هنالك تصعيد، وسيكون هنالك قطع للشوارع، وسيكون إحراق للإطارات، وسيتم التحرك على بعض الدوائر قد يتم إغلاقها كما حصل في السابق. وعلى الجميع أن يعلم
على الطبقة السياسية، وهذه رسالة على الجميع أن يعلم بأن دورة تشرين قد تمرض ولكنها لن تموت، هذه دورة الشعب وقدم الشهداء وتضحيات كثر، فإن دورة تشرين مستمرة قد توقف بعض الأحيان لكنها ستعود إلى سابق عهدها. وطبعا قبل يومين أنا شاهدت بأم عيني تواجد شباب بقار في ليلة استقالة أو إقالة بالتحديد، يعني إقالة ناظم الوائلي، كان هنالك الآلاف قد تواجدوا على جسر النصر وصوب الشامية ومبنى المحافظة. لو أكن أتوقع هذا العدد سيصل إلى هذا الحد، هنالك الآلاف قد تواجدوا ودورة تشرين مستمرة وتفرض نفسها، والساحة حاليا هي بيد الثوار، السلطة الآن أصبحت سلطة متهالكة مجرد أن لديها المال والسلاح وتراهن بهذه القضية، يعني ليس لديها غير ذلك. كانوا يراهنون على فوزهم في الانتخابات بواجهات عديدة، وبعضهم قد أتى تحت غطاء ديني أو مذهبي، لكن هذه الأوراق قد احترقت جميعا. الآن هم يراهنون على صناديق الاقتراع التي ستطيح فيهم هي الأخرى، رغم أنني لديه تحفظ حول الانتخابات. طبعا ليس هنالك انتخابات حتى في شهر العاشر، لأن شباب نقاط قد أصروا على عدم السماح لإبصار الدعاية الانتخابية في الشوارع لصور أو ملصقات أو ما شابه، وعدم السماح بافتتاح مكاتب حزبية في المحافظة، انتخابات لا توجد. أيضا الانتخابات السابقة عام 2018 لم تحقق الغرض المطلوب. طبعا الكثير من المراقبين لهذه العملية الانتخابية أثبتوا بأن 80% لم يشارك في الانتخابات، هذا قبل دورة تشرين، فما بالك بعد دورة تشرين الذي أسقطت الكثير من الأقنعة وكشفت الكثير من الوجوه وأسقطت قدسية بعض المتدينين الذين كانوا يراهنون على فوزهم ويراهنون على أن قاعدتهم سوف تستمر إلى ما لا نهاية. نعم، شكرا لك سيد كاظم ماجد الناشط في التظاهرات. أنتقل لسيد محمد الخياط الناشط في التظاهرات، عاد إلينا مرة أخرى. سيد محمد تسمعني الآن، مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. ما هي الرسالة التي يرسلها المتظاهرون الآن للميليشيات والحكومة التي تريد أن تأد هذه الثورة، تريد أن تحطم هذه التظاهرات لكي تبقى على نفس الوضع أو تبقي على نفس الوضع في العراق، فساد، تردي في الأوضاع الاقتصادية وتردي في الأحوال بشكل عام في العراق، ما هي الرسالة التي يعني يرسلها المتظاهرون الباقون في ساحات التظاهرات الآن؟ أخي العزيز، حقيقة الأغلبية صامتة طيلة هذه السنوات، ما فقط الآن، ونزلت إلى الشارع تحملت الكثير، وهذه الأغلبية التي هي المقاطعة بالأصل، يعني هي مقاطعة العملية الانتقادية، والجميع يعرف بأن نسبة المشاركة لا تتعدى 15%، بالرغم بأنهم قد رفعوا الرقم إلى 20%، وهذه أيضا يعني ضروبة كانت. يعني أنا كنت موجود في هذه، أشاهد المراكز الانتقادية هنا في مدينتي، وضمن المقاطعين أعلن يعني علنا نسبة المشاركة لم تتعدى حتى 12%، هنا فوق 15%. نعم. يعني 85% الآن، حتى لكي نضع النقاط على الحروب، 85% الأغلبية من هؤلاء قد نزلوا إلى الساحات بعد أن تم كشف أوراق هذه الكتل والأحزاب من الفساد والقتل والقطب والولاء للأجنبي والعمالة والقيادة وسرقة المال العام وهذا المال العام، كل هذه بعض الأمور كانت يعني بسبب الشعارات التي كانوا يقعونها سابقا من الأصلاح والبناء والوطنية، وتعرف بأن الذين نزلوا بهذه الانتخابات نزلوا بشعارات، الذي رفع مشروع البناء والذي رفع مشروع الأصلاح، وهذه كتل معروفة ومكشوفة ولكل العراقيين، أبسط العراق الآن يعرف ماذا يجري في الشارع العراقي. لذلك هذه الأغلبية التي كان في يوم ما يطلق عليها الأغلبية الصادقة والأغلبية الساكتة بأنها الآن نزلت إلى الشارع. طيب. نزلت سيد محمد بسبب هذا الظلم وهذا الخراب وهذا، كانت هناك يعني كان البعض من هؤلاء الناس البسطاء يتوقعون أو يتملون خيرا بسبب الشعارات التي رفعوها
من مظلومية المذهب ومظلومية الدين ومظلومية هل برأيك يعني ممكن هل هناك فعلا محاولات من قبل الكتل السياسية أو الأحزاب أو الميليشيات لاستغلال المتظاهرين في الصراع الحزبي؟ أخي العزيز، أولا قبل يعني أجيبك على هذا السؤال، الحقيقة محاولات الكتل والأحزاب مستمرة معنا منذ عام 2011. نعم. وكانوا يتواجدون في الساحات ونزلوا بشكل رسمي، ومن ضمنهم كان التيار السري نزل في يوم 31 تحديدا، كان ايضا يعني متواجدين في هذه الساحات، نزل معنا الى ساحات التيار بشكل رسمي، وكان يرفع بحسب املاءات وتوجيهات وتغريدات من مقتدى الصدر. نزلوا بتاريخ 31 تموز 2015، نزلوا الى ساحات التظاهر وكانوا يرفعون شعار واصطلاح وغيره، وكانوا يتواجدون معنا بشكل رسمي. ولكن بعد ان ظهرتهم الساحات وظهرتهم ساحات الحبوبي، هاي ساحه الحبوبي هذا يعني اتمنى ان اعود الى هذا الموضوع وتطيب حتى اوضح لك بايدوع ووضح ايضا لمشاهديكم الكرام، الحقيقه تم رفض هذه الكره وهذه الكتل الاحزاب من قبل المتظاهرين، لذلك يحاولون عبثا العوده الى ساحات التظاهر، وحاولوا عده مرات واخترقوا ساحات التظاهر، يعني استخدموا كل وسائل العفو وسائل الترهيب بالبدايه، ونحن جئنا من اجلكم ونحن جئنا من اجل المتظاهرين وقياداتهم وكذا، رفعوا هذه الشعارات، ولكن بعد فتره انكشفت اتوا الى العمل الثاني وهو العمل المسلح من خلال اقتحام ساحه الحبوبي وحرق العديد من القيام وقتل المتظاهرين وخطهم والقاء الاضواء الماسكه على منازلهم ليليا او كل 48 ساعه كما تحدثنا قبل قليل. اي احزاب تحاول صراحه، لكن نعرف مدينه الناصريه تعرف جيدا ويعرف ايضا شكرا لك يا استاذ محمد. مدينه الناصريه مدينه صغيره ونحن كل شكرا لك سيد محمد الخياط الناشط في التظاهرات. أخيرا أستاذ نظير، يعني صراع سياسي محتدم على مقدرات محافظة ديقار، محاولات استغلال مثل ما تفضلت للمتظاهرين، عمليات قتل مستمرة لتظاهرات سلمية وتؤكد على سلميتها أمام أنظار العالم، مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد تخفي شيئا، كل شيء واضح وموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات القتل للمتظاهرين السلميين مستمرة ومتواصلة. طبعا هناك يعني أسباب لهذه التظاهرات كما تعلمون، تردي الأوضاع، نسب الفقر، البطالة، يعني المعتقلات، عمليات قتل الناشطين، قمع الكلمة الحرة، الكثير من الأسباب. المتظاهرون رافضون لأي عنصر يخرج لهم من نفس دائرة الأحزاب ومتواصلة. كيف يعني تتوقع أن تسير أو تجري التظاهرات؟ نعم، يعني أنا أقول لك ما يحدث الآن في الناصرية من صراع حزبي مقيت حول منصب المحافظ، يعني هذا الأمر ليس حكرا على الناصرية، نفس الأمر في الديوانية ونفس الأمر في محافظات أخرى، لأنهم ينظرون إلى هذا المنصب هو عبارة عن مغنم. نعم. وكيف يعني هو دفع مبالغ كبرى للحصول على هذا المبلغ، وبالتالي فإن تمسكه بهذا المنصب لكي يعني يخرج بما يستطيع من مغانم يوفرها لها هذا يعني المنصب. لكن أنا أقول يعني ويعني إذا جاز لي أن أنصح هؤلاء الذين الآن في الحكم، أنتم الآن على مفترق طرق، إما أن يعني تسترجعون أو تستدركون أنفسكم وتصالحون هذا الشعب وتغيرون من أنفسكم، وإلا فإن الخطوة اللاحقة ستكون رقابكم. هذا الكلام لا يأتي من فراغ، هذا الآن الحديث يدور ما بين المتظاهرين الآن، يعني وأقول أوجه ندائي إلى الشعب العراقي أنه يجب عليهم إذا ما أعلنت الهيئة لتنظيم التظاهرات بساعة الصفر لتطبيق التظاهرات أن يهب الشعب كله لتطبيقه. لماذا؟ ليس لأنه هو الأسلوب الأمثل، لكن هو أحد الأساليب، لكن أن الصفحة التي بعد العصيان المدني في حالة إذا ما فشل فالأمر سيكون خطير، يعني ربما سيتكرر لدينا
لدينا السيناريو السوري أو السيناريو الليبي أو اليمني، والعراق لا يتحمل صفحة جديدة من القتل والاحتراب الأهلي. لذلك يعني أنا أهيب بأهلي وأهيب بكل العراقيين، ليس في المناطق الجنوبية والوسطى، إنما حتى في الغربية وفي شمال العراق، أن يتفاعلوا مع العصيان المدني حتى إسقاط هذا النظام. لماذا؟ لأن هذا العصيان هو ضمانة دون انزلاق العراق في مأزق يعني حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، ولربما ستكون سببا في تقسيم هذا البلد. لذلك يجب أن يكون هناك يعني هبة جماهيرية من كل مكونات الشعب العراقي على قلب رجل واحد، ويقولون كلمة واحدة: لا لهذا النظام، ولا نتعامل مع هذا النظام، وهذا النظام لا يمثلنا كشعب عراقي، ونريد استبداله بنظام آخر يكون يعني منبثق من الشعب العراقي. هذا يعني السيناريو الذي ربما سيكون في الفترة اللاحقة، وإلا فالأمور متجهة يعني إلى دماء كثيرة وإلى قتل كثير، ويعني مسألة أن المتظاهرين يمكن أن تكسر شوكتهم من قبل هذا النظام، هذه المسألة قد طويت صفحتها، وكل متظاهر من المتظاهرين لديه الاستعداد للتضحية في نفسه، ولا يرجع إلى بيته ذليل كثير، ويبقى بنفس تحت نفس هذا الحكم. الأمور وصلت إلى عنق الزجاجة، ولربما يعني لا تلبث أن يعني تخرج وتعيد الحقل لهذا الشعب العراقي، ونخلص من هذه الحقبة البائدة. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا سيد محمد الخياط الناشط في التظاهرات، وشكري لك أيضا شكرا جزيلا أستاذ كاظم ماجد الناشط في التظاهرات، كنتما معي من مدينة الناصرية. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.